مرحبا بك في كيف أندرويد على رقم تيفي. سنستعرض اليوم كيفية تنزيل مقاطع الفيديو من موقع الفيسبوك أو اليوتيوب إلى جهازك الأندرويد، والتي ستمكنك من حفظ المقاطع للمشاهدة لاحقا حتى إن لم تكن متصلا بالإنترنت، المشاهدة بجودة عالية إذا كانت سرعة الإنترنت لديك بطيئة، حفظ مقاطع اليوتيوب كملفات صوتية. فلنبدأ. لتنزيل فيديو من الفيسبوك، وجه متصفح جهازك الأندرويد إلى facebook.com، وعند فتح صفحة الفيسبوك قم بإدخال معلومات حسابك لتسجيل الدخول. بعد ذلك عليك إيجاد الفيديو المراد تنزيله، اضغط عليه ليقوم المتصفح ببدء تشغيل الفيديو، ثم اضغط مطولا عليه حتى يظهر لك خيار Save Video واختره. بهذا تكون قد نجحت في تنزيل الفيديو إلى جهازك، وننوه بأن هذه الخطوات لا تعمل من تطبيق الفيسبوك. ولتنزيل الفيديوهات من اليوتيوب ستحتاج تثبيت تطبيق TubeMate لدعم هذه العملية. ستقوم بتحميل التطبيق من خارج متجر جوجل بلاي، فستظهر لك رسالة تمنعك من تثبيت التطبيق لأن مصدره ليس المتجر الرسمي، وهذا إعداد لحماية جهازك الأندرويد من التطبيقات التي يمكن أن تؤذي الجهاز. ولكن هنا نحن متأكدون من مصدر التطبيق، فسنغير الإعدادات للسماح بتثبيت التطبيق. اذهب إلى إعدادات الهاتف واختر شاشة قفل والحماية، ثم قم بتفعيل المصادر الغير معروفة. أنت الآن جاهز لتحميل التطبيق. من متصفحك اذهب إلى tubemate.net، ثم اضغط على علامة Download Now باللون الأخضر، بعد ذلك اختر Free. بهذا يتم تنزيل برنامج TubeMate إلى هاتفك. انتظر حتى انتهاء التنزيل ثم افتحه وقم بتثبيته. عند انتهاء التثبيت قم بفتح التطبيق والبحث عن الفيديو الذي تريد تنزيله وقم باختياره. عندها ستجد سهم في أعلى الشاشة باللون الأخضر، اضغط عليه ثم اختر ما تفضل من بين عدة درجات للدقة، مع مراعاة إمكانية هاتفك لعرض مثل هذه الدقة، وإنه كلما كانت الدقة عالية أكثر كان حجم المقطع أكبر وتحميله أبطأ. يمكنك أيضاً اختيار وضع MP3 عند التنزيل إذا كنت ترغب في حفظ المقطع كملف صوتي، ثم اضغط على السهم الأخضر للتحميل. وبما أنك تستخدم TubeMate لأول مرة، ستظهر لك ملاحظة تطلب منك تثبيت تطبيق آخر لمعالجة الأصوات، اختر تثبيت وستنتقل إلى متجر جوجل بلاي. الآن اضغط تثبيت وانتظر حتى يتم تنزيل التطبيق إلى جهازك وتثبيته، ثم ارجع إلى TubeMate. حاول مرة أخرى تنزيل ذلك الفيديو وستستطيع تنزيله بكل سهولة. وبهذا تكون قد تعرفت على كيفية تحميل المقاطع من اليوتيوب والفيسبوك على جهازك الأندرويد. إذا استفدت من الشرح اضغط لمشاهدة شروحات أخرى وتابع برامجنا، كما يمكنك الضغط على أيقونة الاشتراك على الشاشة ليصلك منا كل ما هو جديد. إذا كان لديك استفسار أو تعليق اتركه على حساباتنا في الفيسبوك، تويتر، يوتيوب وإنستغرام. إلى اللقاء مع شروحات أخرى في سلسلة شروحات كيف على الرقم تي في.